سيد الوزير، سيدات وسادة النواب، سادة أطر اللجنة، والسادة أطر الوزارة. إذن بدوري أو في الفريق الحركي كذلك كنتمنوا الإجماع الوطني تحت القيادة الرشيدة والحكيمة ديال صاحب الجلالة نصره الله وأيده، وكذلك نتمن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها بلادنا باش نتجنبوا ما لا يحمد عقباه. إذن تحية تقدير وإجلال للجميع. شكر موصول كذلك سيد الوزير لكم على المجهودات اللي كتقدموها على رأس الوزارة، وكذلك للأطر اللي كيشتغلوا معاكم باش ان شاء الله نتمكنوا نخرجوا من هاد الوباء او هاد الجائحة هذه جميعنا منتصرين. إذن كيف كنعرفوا كاملين ما يمكن ليناش نحميو الاقتصاد الوطني ديالنا الا بمواكبات وحمايات المقاولات بجميع اشكالها. بالنسبه للمشروع هو مشروع جد جيد، كيتضمن مجموعه ديال المقتضيات مهمه كلها كتصب في المصلحه ديال المقاولات وديال الاجراء اللي هما في وضعيه صعبه. انا المداخله ديالي غادي ترتكز او غادي تشمل واحد المجموعه ديال الملاحظات اللي غادي يرتكزوا على ثلاثه ديال النقاط. النقطه الاولى وهي المعيره او ما هي المعايير اللي غادي تحدد شنو هي المقاولات اللي هي في وضعيه صعبه او في وضعيه هشه. كذلك النقطه الثانيه وهي مهمه وهو التأكيد على عدم تسريب العمال، لأن إلا دعمنا المقاولة ما يمكن لهاش المقاولة هذه تستفد من الدعم وفي نفس الوقت يتم تسريح العمال. النقطة الثالثة واللي كان في نظرنا هي جد مهمة وهو العالم القروي اللي كيعاني أكثر من أي جهة أخرى من هذا المشكل هذا ديال كورونا. إذا بالنسبة للعالم القروي غادي نبدأ به سيد الوزير. نسجل أن العالم القروي لم يستفيد من الإعانات أو لا ماجوريتي ما استفدوش من هذه الإعانات التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية. كنعرفوا بلا مجموعة من الشباب العاطلين أو الأغلبية ديال الشباب في العالم القروي كيشتغل في التعاونيات والجمعيات، إذا خاص يتخذوا بعين الاعتبار هاد التعاونيات والجمعيات وتعطى واحد الالتفاتة خاصة للعالم القروي. لأن كيف قلت كاين الناس اللي لحدنا الآن مازال ما استفدوش من الإعانات المقدمة. إذا بالنسبة للنقطة الثانية وهي المعايير، إذا أكيد أنه غادي تكون واحد اللجنة اللي غادي تحدد شنو هما المعايير. خاص المعايير تكون محددة، وخاص إلى أمكن إلى كان ممكن نعتمدوا على لو شيفخ دافير أو رقم المعاملات ديال السنة الماضية وديال هذه السنة هذه باش نديروا واحد المقارنة ونقدروا نتوفقوا نعرفوا شنو هما المقاولات اللي كيعانيوا أكثر. إذا النقطة الثالثة وهو تسريح العمال. إذا السيد الرئيس ونحن نواكب التصريحات التي قمتم بها في مجلس المستشارين، تكلمتم عن المدارس الخصوصية وقلتم أنها قامت بتسريح مجموعة من العمال. إذا هذه النقطة هذه لا يمكن أن ندعها تمر مرور الكرام، ونطلب منكم السيد الرئيس إذا كانوا هاد الناس هادو وقفوا الطاقم الإداري ديالهم وقاموا بتصريحات كاذبة علما أنهم استخلصوا الرسومات ديالهم من الأباء، إذن كنطلبوا منكم توقفوا على هاد النقطة هذه وتشوفوا ما مدى صحتها. بالنسبة للنقطة الأخيرة وهي تكلمت عليها السيدة النائبة قبل مني
وهو المشروع مرسوم اللي تقدمته به في الحكومة. احنا كنعرفوا ان هاد الظرفية هي استثنائية. انا غادي نخلي هاد النقطة هادي تمر مرور الكرام، لان عرفنا بان الظرفية اولا استثنائية، وخاصنا خاصكم تصرفوا بسرعة. غادي نخلي هاد النقطة هادي تمر وغادي نكتفي بهذا القدر هذا، وشكرا سيد الوزير. شكرا سيدة النائبة.